بعد ما كنا نعمل فحوصات وتطلع سليمة، كنت أنا أتفاجأ لأنه أنا عارفة أنه أنا عم بشعر بالألم يومياً وعم بمر فيه، بس ما عم ببين هذا الشيء بالفحوصات، وما حدا عم يعني حتى الدكاترة ما عم بيصدقوني أنه بلكي هذا أنتي over reacting، يعني عم تبالغي بردة الفعل عندك وهيك. فكنت كتير أزعل لأنه أنا عم بحس بشي وعم بعاني معاناة حتى قدامي مو شاعر نص اللي عم بشعره، وبالآخر عم بيحكوا لي بتألفي وبتمثلي. بالأول لما كنت أروح وأضل ساكتة ما أحكي اللي بعرفه، ما أحكي وجهة نظري احتراما للدكتور، وكمان عشان أنه خلص أنا بنت صغيرة شو بيفهمني. بس بعدين لما شفت الدكاترة مو عارفين وهيك صرت أحكي أعطي رأيي، أبحث وأقرأ عشان أقدر أساعد الدكاترة يوصلوا لحل أو جواب للي عم بيصير معي. فبالأول صح أكيد كنت ما أرضى أحكي وهيك، بس بعدين لما شفت أنه وصلنا لحالة من الفوضى اضطريت أصير أحكي ويطلع صوتي يعني.